السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، يا أهلا وسهلا. أنا معرفش إحنا كده لايف ولا لأ، تقريبا إحنا كده لايف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابنا. مين أول حد معلق؟ سهى، سهى إبراهيم حبيبة قلبي، ربنا يشفيكي ويعافيكي ويبارك لنا في عمرك. شكرا ليك يا سهى، بحبك جدا. شكرا ليكم، أهلا وسهلا بيكم على كل منصتنا. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمنا وإياكم ويجعلها يا رب يعني ساعة مباركة. وحشتوني، وحشتوني جدا على فكرة، ويعني الواحد مستني اللايف دوت من شهر تقريبا فات. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يجعلنا دايما في الخير ولا يقطع لنا ولا بنا عادة، قولوا أمين، تبقى عادات الخير اللهم أمين. طيب الناس اللي عايزه تنضم، يعني هحاول في اخر الفيديو، لان انا النهارده عندي بتاع 1 2 3 4، عندي 4 محاور هتكلم فيهم النهارده. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يتقبلهم منا. الاول بطمن كل الناس اللي كانوا بيسالوا علينا، شكرا ليكي يا اسمك مكتوب بالعبري ليه الحمد لله، اهلا وسهلا فيك. خلينا الاول اطمن كل الناس اللي يعني بعتت تسأل علينا ودعت لنا ويعني كم صراحة من المحبة حوتني كده في فترة الابتلاء اللي فات دوت. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمنا وإياكم ويجمعنا. أنا أدعو الله صراحة إن إحنا يجمعنا ربنا سبحانه وتعالى في بحبوحة الجنة بقى جنب النبي عليه الصلاة والسلام، ونتجمع نقول احنا بتوع احنا الفانز بتوع على سمير، احنا بتوع هالات الخير. هذا الله سبحانه وتعالى يجعلها مباركة. نخش في الموضوع، احكي لكم القصة. مش عارفة احكي لكم القصة منين، بس يعني انا عندي شوية معاني طلعت بيها من فترة المرض، وعايزة صراحة ان انا اهل المغرب حبايبي كلكم حبايبي والله. عايزة اقول لكم الفترة اللي انا مريت بيها والمعاني اللي ربنا فاض عليا بيها. هذا الله سبحانه وتعالى رب يكون خير وزقنا الاخلاص بيه. خلينا نبدا بحديث النبي عليه الصلاه والسلام. طبعا هبص هنا شويه وهنا شويه وهنا شويه، واللي على كل منصه بقى يتابعني. حديث النبي عليه الصلاه والسلام: والذي نفسي بيده لا يقضي الله عز وجل لمؤمن قضاء، بصوا، الا كان خيرا له، وليس ذلك الا للمؤمن. ان اصابته شرا عمل ايه؟ او اصابته سراء شكر، وان اصابته ضراء صبر، ده خيرا له وده خيرا له. لكن انا صراحة يعني عندي في موضوع الابتلاء ده بعض المعاني، سواء كان مرض او زي ما انتم عرفتوا الفترة الاونية كانت بنتي مريومة بوتيت بتاعنا الجميل الرقيق اللي في العيلة، اللي هو يعني ايه يعتبر مش شبهنا، يعني هو حريم تاني خلاف حريم العيلة صراحة. كان ابتلاء مريم، وبعدين الحمد لله رب العالمين كان المرض بتاعي، فالحمد لله على كل حال. فعايزه اقول ان الابتلاء عباره عن تمحيص، خلي بالكم من النقاط اللي انا بقولها دي. اي ابتلاء كان تمحيص، رفع درجات، قوه ايمان، مش قوه بدنيه للاستحمال لحسن اختكم هلا، دي ما خالتكم هلا ما بتستحملش، انا بحس بالالم من قبل ما يجي، يعني الالم لسه ما جاش ممكن احس بيه، مش قوه بدنيه، ولكن قوة الاستعانة بالله عز وجل وقت الابتلاء. وركزوا في النقطة دي، لأن هو ده قوة استعانة بالله وقوة دعاء. نجينا يا رب. اللي كان مقلمني في موضوع مريم انها حبيبتي مش بتعرف تقول يعني مش زينا كده يا رب ونجي، مفيش ما بتعملش كده يعني. كانت تبكي يعني، بس مجرد يعني الدموع نازلة بس من الألم يعني. احنا سبحان الله اقول لكم على المعنى الجميل اللي انا اكتسبته اللي من ربنا عليا بيه. يبقى الابتلاء تمحيص، ورفع درجات، قوه ايمان، قوه استعانه بالله سبحانه وتعالى، نيه من النوايا اللي الله سبحانه وتعالى منها عليا في المرض ده، النيه الجميله دي. الابتلاء تمكين، ايه ده؟ والله انا ما بصدق، انا عن نفسي ما بصدق اقوم جايه متمحكه في اي معنى وفي اي حديث، والله انا رب انا تحت طائره هذا الحديث. لما سئل الشافعي رحمه الله: يا ابا عبد الله، قالوا له كده: يا ابا عبد الله، ايهما افضل الرجل، يمكن تمكين ولا يبتلى؟ قال له: والله لا يمكن حتى يبتلى. فالحمد لله رب العالمين، فاي حد يحصل له ابتلاء يقول له: رب حطنا في زمره
التمكين بقى ونادوا الله سبحانه وتعالى. طبعا الانبياء ابتلوا 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 ثم مكنوا الحمد لله رب العالمين. والواحد يعني ده معنى من المعاني. يعني انا ما اعرفش ايه اللي جاب الحديث على دماغي، ما تسالونيش ايه اللي جاب الحديث على دماغي، ما اعرفش ما اعرفش حقيقه. لكن انا صراحه تمحت، يعني قلت يلا انا هدخل تحت طائله الحديث، ودي كانت نيه من النوايا. نية كمان والحاجة الجميلة اللي قالها ابن القيم في الفوائد: لا يمكن حتى يبتلى. طيب اسمعوا بقى، نية كمان اسم الله اللطيف، مش اسم الله اللطيف، لا اللطف الخفي. اسمعوا معايا اسمعوا معايا وركزوا عشان دي كلام مهم جدا. اللطف الخفي، اللطف الخفي اللي هو ايه؟ ساعة ما بنقول يا صاحب اللطف الخفي، ايه؟ استجير بك، بك استجير وبك استعين وعليك اتوكل واكتفي. هو احنا ينفع ندعي بلطائف او بخفايا اللطائف؟ هقول لكم كلام الشيخ السعدي النهاردة في اللطف الخفي وازاي انا جالي المعنى ده. يعني المفروض في المرض يا شافي يا وكيل يا رب يا معافي يا رب يعافينا يا رب، لكن اللي جاه على دماغي سواء في مرض بنتي مريم او في مرضي لطف الله الخفي. انا مريم كان رايحين نكشف على القلب وايكو مش عارفه تاخد التنفس وحاجه يعني علاقه بالقلب ولا ايه، طب لا ده نقص عديد مش حاجات دي. وبعدين اكتشفنا لا 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 ده الرئه نسبه الاكسجين اللي داخلها 40%. لا 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 ومش عارفه انسداد ايه، خش عمليه ايه خبر. لولا ان احنا بنكشف ده ما كناش اكتشفنا ده، وده رحمة من ربنا سبحانه وتعالى. ده اللطف الخفي رقم 2 من اللطف الخفي. انا لم اشتكي بجنبي هذا الا مرة واحدة. بس وراح عشان السكر عالي، يعني مش عشان ده، لا انا راح عشان السكر عالي. فالسكر عالي لا ده مش عارفة فيه التهاب فيه وبتاع عملية. اللطف الخفي. الشيخ السعدي بيتكلم وبيقول، ابن القيم برضو قايل في الكلام ده، انا عايزاكم تقراوا الاسماء الله الحسنى من بالرساله الترجمه بتاعت ابن القيم وللشيخ السعدي والشيخ عبد المحسن البدر. الشيخ السعدي بيقول ان الله سبحانه وتعالى، اسمعوا يا بنات واسمعوا يا اخوات واسمعوا يا زوجات، وعايزين الرجال يسمعوا يتعظوا خير وبركه. الله عز وجل يعطي العبد، معنى الاسم الله اللطيف، يعلم سرائر الأمور وخفايا الأمور وبواطن الأمور، اسمعوا، وينجي العبد، اسمعوا، وينجي العبد من الابتلاءات بأمر خفي لا يعلمه العبد أو بأمر جلي يعلمه العبد، ويسوقه إلى الخير. الله، اسم الله اللطيف، يلطف بنا يا رب فيما جرت به المقادير، ألطف بنا فيما جرت به المقادير. وده اللي قاله الشيخ السعدي. يدفع عنه بالشر بلطف خفي، ساعات يعلمه العبد ويبقى معلن، وساعات بطريقة لطيفة لا يعلمها العبد، وده اللي حصل. فيا خفي يا لطيف يا صاحب اللطف الخفي، ألطف بنا يا رب فيما جرت بينه. أوصيكم بالدعاء ده وبالاسم ده، حاجة من الحاجات الجميلة اللي احنا محتاجينها. الاستفادة رقم 4 قوة الاستعانة زي ما قلنا، وكانت الدعاء يعني إذا وقع البلاء الآية فلولا إذ جاءهم بأسنا إيه اللي حصل؟ تضرعوا. قوة الاستعانة بالله وقوة الدعاء لله سبحانه وتعالى. من ضمن الحاجات الجميلة عن بركة الدعاء، ابن القيم كان بيقول في كتاب الفوائد ايه؟ كان بيقول الدعاء من أنفع الأدوية لدفع الابتلاء ودفع البلاء ورفعه أو تخفيفه أو تسهيله أو إزالته تماما، وإذا نزل يخففه الدعاء. ولولا إذ جاءهم بأسنا إيه اللي حصل؟ تضرعوا. هو مش عايز منك هتستحلم مني الالم ولا لا؟ احنا مساكين جدا على فكره، احنا لا بنستحمل ولا بنعب ولا لنا في القصه دي تماما. معرفش بقى كده الكاميرا جايبه ايه، ولا لنا في القصه دي، لكن لنا في ايه؟ نستعين بالله، ملناش غيرك، نجينا يا رب. يا صاحب اللطف الخفي بك نستجير وبك نستعين وبك نلوس يا رب العالمين وبك نكتفي.
انا لو هنكت منكم في النص ما تزعلش، مش قادره اخد نفسي، مش بس نبقى واضحين مع بعض. من ضمن الجمال في موضوع الابتلاء الاستغفار طبعا والتوبه وحسن الظن في الله انه كله خير. بصوا ساعه لما بيحصل امر انت مش بتبقي شايفه ان ده خير، بس لما بتتفكري هو ده الخير. كتير جدا يحصل ونعرف ان هو ده الخير. والله من ضمن الحاجات اللي ممكن نستفيد بيها وقت البلاء وقت الابتلاء الصلاه. فافزعوا الى الصلاه، نفس حديث النبي روايه ثانيه، فصلوا حتى يفرج عنكم. وانت بتبقى يا مش قادره اقوم اركز اسجد، مش قادره اقوم، مش قادره، ودوني، طب مش عارفه. عشان كده خذ من شبابك لاصقا، خذ من شبابك ومن فراغك للوقت اللي انت مش فاضي فيه والوقت اللي انت عامل فيه. ده الله سبحانه وتعالى يعلمنا يا رب ما ينفعنا. فصلي، صلوا حتى يفرج عنكم. من اخر حاجه اللي هي ربك رقم 7 تقريبا، الاستفادات بتاعه فتره المرض، موضوع الصدقه. موضوع الصدقه بصوا اخوات، يعني مش عارفه ينفع اقول الكلام ده على الهوا ولا لا، بس يعني شفت اثر الصدقه والاطعام واضح جلي. دو مرضاكم بالصدقه، والصدقه تطفئ غضب الرب، فدوهم فديناه بذبح عظيم. كل الكلام ده يعني ادعو الله سبحانه وتعالى يتقبل ممن اطعم ومن تصدق وممن ذبح ومن اخرج لله سبحانه وتعالى. الصدقة ولو بالقليل تنجيه. جزاكم الله خير. نيجي بقى للخناق. انا مش معقولة افتح معاكم لايف من غير خناقات، صح ولا لا؟ خليني اسلم على دول واسلم على دول واسلم على دول. هاخد كل حاضر الاسئلة ونحاول ندخل في ناس عايزين تخش معايا في اللايف، حاضر كل الكلام ده حاضر، بس خلونا اتخانق بقى. بقى انتوا مؤمنين يا صالحين يا زوجات يا الناس يا اللي بتسمع تحب الله عز وجل ورسوله وكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه، تسيبوا الساحة كده للحيزبونات؟ ايه اللي طالعين يقولوا لنا المرأة ومش المرأة؟ هتخاني يا رب صوته يطلع يا رب وما تعرفش. اللهم امين. ايه دول ايه اللي جاية تقول لك المرأة غير ملزمة؟ يا حبيبتي الف سلام. وانت ما بتيجي تتكلموا على ده في اللي موجود وده مش عارفه مين قال والفتوى الفلانيه والشغل، تديهم كلمه جمله. اسمعوا يا بنات ويا زوجات ويا بنات، خصوصا البنات المقبله على فتره 20 سنه وانت طالعه ومخطوبه مخضوضه تقول لك لا حقي انا عايزه الفلوس كاش مع تضالي. المراه غير ملزمه مش عارفه تفتح له الباب، والمراه غير ملزمه مش عارفه، لا جيب المفتاح معاه. ايه يا بشر مين دول؟ تعالوا لي حبايب، تعالوا لي يا ماما. لا دي ساحتي، محدش يتكلم فيها بدون علم، كل من هب ودب بيفتي. لا المراه غير ملزمه تفتح معرفش ايه ويجيب مفتاحه معاه، الف سلام. اتكلم دلوقتي. المراه غير ملزمه بخدمه زوجها، هنقول دلوقتي. ما تاخديليش الجمله، شوف سياقها ايه، الامام مالك قال ايه وجمهور العلماء قال ايه وبناء على ايه والافضل والاوجب ايه. كل سنة هيطلعوا لنا وايه بقى، وده مش وقت، ده مجموعة، ده فرة. ده فرة. والمرأة غير ملزمة بالإرضاع، في جزء ايه حيثياته وايه ظروف، وهل اجمع عليهم ولا الامر ان هو ده لا وده مش تمام. طب واللي عايز يكرمها واللي عايز يكرم زوجته، لا نيجي. لكن تخشولي كده ويقعدوا يتكلموا كلام اي كلام وفي الاخر نقول اصل ده رأي وده رأي الدين، غلط غلط. المرأة في علاقتها في منظومة الزواج لها 1 2 3، وجيبوا ورقة وقلم واكتبوا ورايا. البنات اللي بتكتب اكتبي ورايا، او بتسجلوا المقطع ده ويتعاد تاني وتحطوه كده سيفه محطوط كده وتنشروه على الجروبات لكل جروبات الزوجات والبنات. انا يهمني دلوقتي البنات. ايه اللي بيحصل ده؟ كلها دعاوي هدامة وما ينفعش نعملها كده بدون شهر حاره. النهارده اجي اشرح لكم يا حبايب. اجل انتوا استغلتوا ان انا تعبانه؟ انتوا استغلتوا ان انا تعبانه؟ الصحه مش هتفضى ان شاء الله. ادعو الله سبحانه وتعالى يفضل دايما صوتنا في الحق وقولوا امين. ونفضل محافظين على منظومه الاسره كما يحب الله ويرضى. وتبقى الزوجه فاهمه حقوقها والزوج فاهم حقوقه وفاهم ايه اللي ليك وليه عليك بدون زعل، بدون زعل يا جماعه، ولا بدون خناق ولا محاكم ولا قواضي ولا الكلام ده.
يطلع لنا الازواج انت مش ملزمه. طب انا كمان مش ملزم، لا موت صرصار ولا موت فار ولا افتح لك برطمانات ولا اجيب لك موبايل ولا افسحك، ولا هي كسوه شيء صيف وكسوه شيء طالع بيه. وبعدين بقى اما تعي ابوك مش بتقولي لي ابوك يجيب لك بقى حبيبتي؟ وده شهر يلا ابوك يعالجي. ايه ده ايه ده بقى؟ ده زواج؟ ها بقى ده زواج ولا زواج ولا نيله ولا سواد؟ ده بقت ايه؟ شركه بقى انت شغال فيها تدفع لي وانا ادفع لك، وانت بعمل وانا بسوي وانا شغل وانا ندي بند. ايه ده؟ مش كل من هب ودب يطلع يتكلم ويطلع يقول ويطلع يعمل. يعني مش قادره مش قادره ازعل. يقول لك انا مش ملزم. ماشي حبيبي كلامك صح. انتوا عارفين مشكلتنا في ايه؟ المشكله جايه في ايه؟ تكفيف منابع العلم الشرعي، تكفيف منابع اللي بيجي. لا ده كل من هب ودب. منابع العلم الشرعي ايه ده؟ كل من هب ودب بيفتي، وده يقول لك كذا، وده يروح يشكك في سنه، وده يشكك في حديث، وده يشكك في حجيه السنه، وده يشكك في القران ذات نفسه، وده ياخد لك ايه يقول لك شفت بقى والقاصر ده. ايوه شفت الدين اللي. ده انا دخلت مره في مناقشه مع مجموعه من اللادينيين جايبين يا عم انت فاهم. انا مشكلتي ايه كمسلم؟ ان انت فاهم القران غلط. ده ما تحاسبنيش، حاسب جهلك باللغه وبالدين. حاسبناش احنا كمسلمين. وكل واحد يجي يتكلم ويفتي غلط، واي حد ملوش اي مرجعيه ولا له اي فهم في اي بدنجان ويفتي لك يلا في الاسره يلا في الزواج يلا كذا، وبيوت تتهد تقول لك والله يا ابن فلان قال لي ورحت ما اعرفش لفلان الفلاني عمل ايه. يا حبيبتي ده غلط من صح. لازم ناس يبقى لها مرجعيه وناس ثقه وناس مؤتمنه. فالساحه فاضيه. وبعدين نعمل ايه؟ نص الحكم جمله، والله العظيم الجمله اللي اتقالت دي غير ملزمه بكذا في سطر اخير كده. اكرم شكرا كان كتابي اللي انا قراه من زمان قد كده، اخر سطر في الجمله في الايه. طب لا ما تجيبوا الامر. طب هدم الاسر، تسمعوا الكلام هدم للاسر على طول، ان احنا نحافظ عليه وان احنا نجعله مستقر وكيان مستقر يطلع عيال سويه نفسيا ويطلع جيله ومجتمع. وانت بتعمل جدا، انت بتعمل مجتمع وعالم باسره. اما تضر الاسره دي، تعالوا نشرح حبايبي، تعالوا نشرح مع بعض. الزوجه غير ملزمه بارضاع طفلها. تعالوا نجيب الايات. والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. من ارادن يرضعن اولادهن يعني الزام المراه ترضع اولادها. فقالوا ايه؟ المطلقات اللي لهم اولاد من ازواجهم يرضعن، وهي الايه ليهم، يرضعن امر اهو خبر اهو امر. فقال جمهور العلماء امر استحباب لا على امر الايجاب ما عدا المالكيه. قال لك طالما في بيت زوجها ترضع، هي الملزمه ترضع. ليه؟ لانه بينفق عليها، فمن ده من باب الانفاق، ارضعها وحملها ووضعها فينفق عليها فترضع من أمر. قال كده المالكيه. الشافعيه والحنفيه جمهور العلماء قال غير، قال لا. طيب يبقى امر استحباب لامر ايجاب وماله؟ ها؟ قال لو وجد من ترضع له، يعني لو وجد واحد، وده كان حال الناس زمان. كانت الست ما شاء الله حافظوا على اجسامهم بقى، والمش عارفه ايه العمليات التجميل، مفيش عمليات تجميل وما بيرضعوش بقى، ولا هي صفايقه نفسها وعندها الجاريه وبتاع. وبعدين الواد يجي بتاع يقوم وديني البدايه يتعلم اللغه ويجي لهم عالم من العلماء. انا اذكر وكان بيعطوا طبعا المرضعات اجر، وهنقول الحديث دلوقتي، لكن انا اذكر حد من الائمه، مش فاكره مين من الائمه، حد من الائمه كان يتلعثم في نص الكلام، كان مفوه وراح صاحب فقه ودين، وكان يجي يا اخوات يجي يتكلم يتلعثم. فقال اصل رضعه رضعتها من جارتهم. فكانت امه لما لانها طبعا اللي يرضع ابنك مين؟ صاحبه لسان فصيح وقوي وتقوى، وكانوا يختاروا اصحاب الايه؟ العقل الفصيح. ليه؟ عشان هيطلع كده مش راضع من يقول لك ده؟ ها؟ فكان يقول ده اثر الرضعه. ففضلت تعمل لحد، ولكن ايه تجرحها، يعني تجرحها شربها يعني وهو طفل، فكان اثر. مش فاكره مين من، ان شاء الله ابقى ادور وافتكر وبقول لكم. يبقى لو وجد لمن ترضع له خلاص تمام، لكن لو المراه ذات نفسها الام لا عايزه خلاص يحق لها. ده في حالات الايه؟ ده في حكم الايه؟ المطلق. طيب تعالوا بقى الايه بقى بتاعت سوره الطلاق اللي عامله قلق. فان ارضعن لكم فآتوهن أجورهن. ودي اللي على سورة الطلاق. لو الأم عايزة ترضع هي، إنها هي أولى من غيرها، لأن ده كان عرف موجود.
ده كان عرف، هات العيل ودوه للمرضعه للناس، وكانوا يجوا يقولوا احنا كذا وبتاع، وزي ما قلت لكم يختاروا اللي كويسه، اللي من نسب، اللي من قريه، اللي فصيحه اللسان حاذقه العقل، وهكذا. اسكنهن، الايه بتقول اسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، تمام. وان كنا اولات حمل، لو هي صاحبه حمل الكلام ده، فانفقوا عليهن، الكلام ده حتى لو في 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 وضع الطلاق، حتى يضعن حملهن، فان ارضعن لكم. ها الايات بتخصص لمين؟ اللي في حاله الطلاق. فاتوهن اجورهن، واتمروا بينكم بايه؟ بمعروف، وان تعثرتم فسترضع له اخرى. دي الآية. أسكنهن يعني المطلقات من حيث سكنتم، من المكان اللي انتوا هتسكنوا فيه، أو من الساعة بتاعتكم، من وجدكم الساعة بتاعتكم، ولا تضرهن لتضايقوا عليهن. تبقى المسكن اللي هم فيه مسكن حلو، وما يحتاجوش إن هم يروحوا يفتدوا نفسهم. وإن كنا أولاد حمل، اللي هم أصحاب حمل، فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. جميل. طيب، فإن أرضعن، لو هم عايزة خلاص فاتوهن اجورهن، لو هي عايزه، واتمروا بينكم بمعروف. ودي في حق الاولاد التوافق على ايه؟ على مين اللي هيعمل. بصوا بقى، الامام مالك قال فان ارضعنا لكم، لكم دي اللي هي ايه؟ ارضاع الولد بعد الفراق، لو هي خلاص حصل فراق بينها وبين الاب، الاب هو اللي ملزم باجره الرضاعه. لو الام في عصمه الزوج لسه وما اتطلقتش منه، المالكيه قال لا ترضعهم، هي اللي ترضعه، وما ينفقش لها، هو كده كده بينفق عليها، ما يعطيهاش اجره لان هو كده كده بينفق عليها. ولكن الشافعيه والحنفيه قالوا لا، حتى في العصمه وبره العصمه يعني. طب تمام. وقالوا لا يجب على ارضاع الام حتى في العصمه، حتى لو هي على ذمه زوجها، ولو انقطع انفاق الاب عليها لا، ملزم بان هو ينفق في الامر ده، ولهم اجر الرضاعه عليها، او يطلب اللي يجيب حد ان هو ايه يرضع الولد. طيب تمام. نيجي بقى للجزئيه بتاعت ايه، وسؤال انا هساله لكل ام، واسمعوا يا بنات اسمعوا معايا، انا هسال السؤال ده لكل ام. انت كأم تقدري تاني، انت كأم تقدري ما تردعيش ابنك حتى لو اتطلقتي من زوجك؟ اسالوا الامهات عن انا صدري حن، ولو غابت مشوار كده وبعدين قلبها يوجعها وصدرها يوجعها عايزه ترجع عشان ترد عينا. بيحصل يا امهات ولا ما بيحصلش؟ اكتبوا عشان البنات تشوف، اكتبوا عشان البنات تشوف الكلام ده، وتشوف الامهات اللي رضعوا فعلا حسوا بكده ولا لا. كله يحس كده. لو رحتي مشوار طويل شويه وسايبه ابنك ما تقدريش. معرفش موضوع الصوت ايه، حد ياكد لنا الصوت اخباره ايه. يبقى يقول لك لا، تيجي البنت تقولي طب ما لا طب وانا ليه؟ مش الدين قال لي؟ مش الدين قايل والقران قايل؟ طب خلاص انا مش ليه اجر بقى، انا عايزه الاجر ده. طب اسمع، جاب لك بقى ايه الحديث بتاع مذمه الرضاعه. مذمه الرضاعه دوت حديث نبع السلام، الحديث كان عن مين؟ عن هشام بن عروه، عن ابيه الحجاج، والحجاج اللي هو الاسلمي ده عن ابيه قال ايه. هشام بن عروه ده شاف حضر سيدنا عبد الله بن عمر، حضر ابن عمر ومش فاكره مين تاني من الصحابه، يعني هو شاف حديث صحيح وقالوا حديث، وبعض اللي قالوا حديث ضعيف لانه لم يتابع، يعني ما فيش متابعه للحجاج دوت، فقالوا ايه انه ضعيف بيه بس، لكن روي اكثر من جه. طيب قالوا ايه بقى؟ قال لما ذهب الحجاج الاسلمي للنبي عليه الصلاه والسلام قال له يا رسول الله ما يذهب عني مذمه الرضاعه؟ مذمه الرضاعه دي ايه اللي يذهب عني؟ يعني انا واحده فلانه ديت ام محمد دي رضعتني، وفي رضاعها دوت انا عايز اذهب عني المذمه دي، ان يعني ايه اديها اجرها، او ان انا اكون ممتن ليها وهكذا. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له غرة عبد او اما، عبد او اما غر ابيضين يعني بتاعتهم لها. ليه؟ اكرام لها، كبرت في السن، واكرام ان هي رضعتك وانت صغير، فهي كبرت في السن يبقى عندها حد يخدمها، فايه يعني كانك ايه شلت من على نفسك حته ايه انا عملتك بالفضل يعني والاحسان. يقول لك لا،
لا ده الحديث ده ضعيف. معايا هشام بن عروة حضر سيدنا جابر بن عبد الله وسيدنا عبد الله بن عمر الاثنين. فبيقول ايه بقى؟ اذا اعطيت المرضعة عبد او امة فقد قضيت زمامها، يعني ايه حتة ايه؟ شكرا او جزاك الله خيرا او مقابلة الاحسان بالاحسان يعني. وابو طفيل كان قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ابو طفيل كان قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجت امرأة فالنبي عليه السلام فرش لها رداء، عمل رداء كده ليها وفرش لها رداء، فقالوا دي كانت من ايه؟ من مرضعات النبي عليه الصلاه والسلام اكراما. اسالوا الامهات تاني يا امهات. تعرفوا المقوله دي لما تروحي، ها لما تروحي عند ابنك او بنتك وتسيبيهم ساعه او مشوار يطول، صدرك يعمل ايه؟ يحن. ما تقدريش، موجوعه عايزه تروحي عشان ترضعي اولادك. فاحنا اجي اقول لا اصل كذا معلهاش ارضاع طفلها واسيب الامر عام، لا اهو الامام مالك اهو قال طالما في عصمة ربها هي ترضع. طب انت عايز بعد رضاعه ده ومال يا سيد؟ ما تجيب هديه يا عم، ما تجيب هديه يا عم لزوجتك ينوبك ثواب. الست بتصحى الساعه 3 الفجر وطالعه وشتا والدنيا ساقعه وساعات تنسى ما اعرفش ايه وتقوم بردانه يعني هو في اهو. الله يفتح عليكي يا ام كريم، بتقول لك ما فيش اغلى من الضنا. فعلا ما فيش اغلى من الضنا. فانتوا اطلعوا تحطوا في عقل البنت، تقول لك لا هاتوا الاجره، هاتوا الاجره يا عم الحاج انا ماليش دعوه، هات لي الاجره. ومذمه الرضاعه للي كانت ارضعت وماله نكرم؟ ايه المشكله؟ ما نكرم، ما نجيب لها هديه. تمام، ما نجيب هديه، هاتوا هديه. طيب الموضوع الثاني، المحور الثاني، اكمل ولا ما اكملش؟ طولت عليكم. ها الناس حبايبنا اللي هنا، انتوا فين؟ لا 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 لا، مين بشير؟ هذا هل هذا يعني انها لا تطلب شيء او لا ينفق؟ ينفق عليها، ينفق عليها وعلى ابنه. واسكنهن اهو واتوهن اجورهن اهو تاني. ما في حد عز قد الاسلام، ما في حد عز المراه قد الاسلام. الكلام ده كلام تخريف. يجيبوا لك نص الحكم قد كلمتين، جمله نص جمله في اخر سطر ويقولوا لك لكن لا تمام الموضوع ده تمام. في شغله من ضناك يا بنتي، في شغله من ضناك. فاوحينا اليهم موسى ان ايه؟ ان ارضعيه. الله. ان ارضعيه فان خفت عليه فالقيه ايه ان رادوه اليك. كان بصوا اما الله عز وجل يعني يحكم بحكم واقول مثلا يعني يلزم يعني ذاته العليا سبحانه بامر ان ردوه هيردوه، هيترد مهما بعت. مش رضعتيه هيترد ويتصلح ويتصلح والله. قول له حلال عليك حليب امك، كلمه بالتركي مش عارفه لو شفاء كانت تقولها لنا، ان هو يعني لبني حلال عليك لو عملت كده وحرام عليك لو ما عملتش كده. الموضوع التاني، عارفه الجملة كان اسمها ايه يا يمنى؟ ايه؟ انسوتو هلال ألسن عليك يا ابني، ألف نهار مبروك، بس أنا في التركي فظيعة ما أقولكوش، بألف لغة جديدة. طيب نيجي للموضوع التاني. موضوع المرأة غير ملزمة بخدمة زوجها. بصوا أنا عملت حلقات كتيرة وفنت الأمر ده، أنا فاكرة مش فاكرة تقريبا في 2019. المرأة غير ملزمة وضحنا ايه المتعارف عليه وايه اللي قاله جمهور العلماء وامتى تلزم. بيقول لك يجيب لها خادم. حلو حلو، انا بفرح بالكلام ده قوي. جيب لها خادم بقى يخدمها ومأكلها ومشربها، يجي لها الاكل مطبوخ والفستان متحي جاهز مش قماش وياضي. يعني عارفه تحسوا كده المراه عايشه اللهم بارك. ايه العصر الجميل ده؟ لكن بما يتعارف عليه المراه غير ملزم. هو مين اللي ملزم؟ مين اللي ملزم في العلاقه؟ اثنين الاثنين. حقوق، ارجعوا حلقه حقوق الرجل وحقوق الزوج وحقوق الزوجه. جمهور العلماء قال ليس واجب عليه. تمام والله يا عم انا معاكم ايدك وكل حاجه، بس ايه قالوا ايه؟ والاولى، اسمعوا، والاولى انها تقوم بما يتعارف عليه الناس طالما عرف لا يناقض شرع. ايه اللي ما تعرف عليه الناس؟ انت يا فاطمه داخل البيت وعلي خارجها. فاطمه تعمل اللي جوه البيت وانت اعمل اللي بره البيت. شكرا. طب ده معناه ان انا بحبسها جوه البيت ما تطلعهاش؟ اصل انا عارفه اللي بيصطاد في يعني عارفه الصيادين اللي بيصطادوا. لا طبعا. ها؟ لا طبعا.
تطلع، وكان ياخدها النبي عليه السلام الغزوة 6 أشهر والله 4 أشهر تخيلوا سفر، يعني عشان تحرمي تقولي سافر تاني. كان يقترع بين زوجاته ياخدها في السفر معه في الغزوات ويروح ويعمله، وكان يقترع بين زوجاته صلى الله عليه وسلم. انت داخل البيت بما من اول سيدنا ادم هو يصطاد ويجيب جوه البيت يعني. فامر البيت هو كلمه الخدمه ذات نفسها هل وردت في كتاب وسنه؟ ما وردتش. بس احنا عندنا هسس، تعالوا بقى يا امهات يلا نحط حته تربيه، حته تربيه جميل. ما جاتش كلمه خدمه، جات كلمه راعيه. والمراه راعيه في بيت زوجها وهي مسؤوله عن رعيتها. هي الرعايه اكل وشرب؟ يقول لك لا، اصل العقد عقد استمتاع بس. يا قوي يعني، يعني انتوا عايزين تحطوا المراه تبقى فقط للاستمتاع وعقد جنسي فقط؟ هو ده راعيه بيتك ونظافته ولقمته واكل عيالك ونظافه زوجك وحاله وهندامه وملبسه المكوي وريحته الجميله واولادك اللي بيشتهوا وبيبرقوا كده والبيت زي الفل والقران اللي بيتلى، كل ده راعيه في بيت زوجها وهي مسؤوله عن رعيتها. لكن بالشكل اللي احنا فيه ده لا 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 لا. كلمه خدمه ليه بتزعق؟ اصل الفيدباك بتاعنا، انا عندي فيدباك من موضوع الخدمه، اعلان في الثمانينات مش فاكره كان ايه، يعني يجيبوا واحده كده يا عيني شكرا، كان بكرتون برضو لابسه بتاع على راسها كده. شوفوا الصوره الذهنيه اللي عندي مش رايحه ازاي. قال له بالكوا يا امهات، يقول لك ايه؟ ها مكتوب عليا الشقه والراحه فين يا زمان، الخلج عايشة في نعيم واحنا في تعب وهوان. كان اعلان بس مش فاكرة بقى، مش فاكرة انا يعني ايه اللي بعد كده. تقريبا بابا بيبعت على البتاع، قولوا له على الجروب ان ماما في لايف، يعني لازم حتة كده، ما احنا ازواج برضو زوجات فلازم نراعي الرعية. نراعي الازواج الشناب عشان ما نتبهدلش. طيب الفيدباك اللي معمول ايه؟ الخدمة. انا مش فاكره حاجه من الاعلان، ولا فاكره الاعلان كان عن ايه، تقريبا باين على العيال الكتير او حاجه زي كده، بس كان ده وهي بتكنس، كان الكنس ده حاجه وحشه قوي، وكان الحاجات بتاعه البيت وحشه قوي. رقم 2، تعالوا ما اقول لكم على الصور الذهنيه السلبيه اللي محطوطه في قلوبنا وفي عقولنا وفي عقول عيال سندريلا. يعني سندريلا وسندريلا بتمسح البيت وبتعمل كذا وبتاع. هو كان هي متضرره من الامر ولا بعدم العدل بينها وبين اخواتها من امها، من اب مش اللي هو زوجة ابوها وبناتها؟ كان من عدم العدل، مع انها قصه خرافيه يعني، بس خليكم ماشيين معايا بس عشان نعرف نضحك صح. فمن الدليل ان اوضتها كانت تحفه جدا ومهندمه جدا والعصافير بتيجي وبتعمل كذا، يعني امر طبيعي. بيت المراه وشقه المراه، حالك ومقالك ورعيتك وزوجك وعيالك، لكن مش ملزومه انا ابقى ما تقوم تجيب لي نفسك، ما تعمل الشاي انت ومش عارفه ايه ده؟ وهنفضل كده؟ يعني احنا هنفضل كده كتير يا بشر يعني ولا ايه؟ كل فتره يطلعوا لنا القصه دي، ما مش ملزمه اعمل لك كوبايه الشاي، مش ده في حاجه اسمها الوقت اللي هو وقت اللي يعني بلا نخليني اسميه اسم شويه وقت الاستمتاع، وقت هو الكواليتي تايم يعني. ما بحبش اتكلم الامور اسميها بالانجليزي، بس هي الدورات كلها كانت بالانجليزي يعني. الكواليتي تايم دوت عباره عن الوقت الجيد قوي اللي كل واحد، اسمعوا المعلومه دي، كل واحد بيعمل فيه حاجه حلوه قوي لشريك حياته. قاعدين بنشرب القهوه نص ساعه، كل واحد يتلطف مع التاني في الكلام، يضحك للتاني، يخلي التاني معاه نوع من انواع انا في الوقت ده ناوي اسعدك وافرحك. مش علاقه، انا ما بتكلمش على اليوم الملكي، ارجعوا اليوم الملكي اللي هلا سمير قايله عليه، ما بتكلمش على اليوم الملكي ولا يوم العيله وجلسه العيله ولا اليوم الخروج، انا بتكلم الترمس طبعا والحلبسه زي ما انت عارفين تجيبوه من بره، لكن انا بتكلم عن الوقت بتاع الوقت اللطف، وقت التلطف انا بحب اسميه كده، وقت التلطف، وقت المعامله الادميه الانسانيه لمين؟ الزوج والزوج. انا ناوي ناوي اقول لك كلام حلو، تسلم ايدك، شكرا، ده اللي سكر يا سكر على راسي والله، عيني مش هقول بقى تقبرني عيونك والكلام التحفه اللي احنا بنسمعوه من اللهجات التانيه دي، بس نقول كلام حلو نص ساعه، لا بنتكلم في مشاكل ولا بنتكلم في عيال ولا بنتكلم في بنتكلم في ايه؟
كلامي معاك يعني مش قادره اخد نفسي، كلامي معاك وكلامك معايا حاجه حلوه، وبنبتسم وبنضحك. جربوها، جربوها الكواليتي تايم ده، وقت التلطف، وقت انك تبقي انسانه لطيفه. الله، حوار حلو وراقي وبسمه موجوده ومفيش غم ولا بتاع، حلو، هيحب القعده دي ويحب كوبايه القهوه اللي انت عاملاه او كوبايه العصير اللي انت عاملاه او جايبه له، حتى ان شاء الله جايبه له اي حاجه، يعني سواري ولا جاتوس، اي حاجه، اي حاجه بيحبها او فاكهه. شوف، المهم احنا لطيفين قوي في الوقت ده، حلو جميل. لكن ان انا اكره واقول لك اصلها مش ملزمه انها تاخده، مش ملزمه ان هي تخدم، لا 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 لا، امال انتوا فين؟ اوعوا ما تسمعوش الكلام ده يا بنات، ما تسمعوش الكلام ده يا بنات، من فضلكم ما تسمعوش الكلام ده. عرفتوا ليه كلمه خدمه بتزعل؟ الفيدباك اللي معموله، الفيد اللي معموله واللاواعي والقصص اللي من زمان، وسندريلا ولا وده عراب وده مع ان هو عدم العدل بس في توزيع المهام والظلم في المعامله بتاعتها، واللي كان بيجرى عليها، لكن بيتها اوضتها زي الفل، كلها عصافير ودناديش وحاجات حلوه وجميله. يعني ايه بيت واحده ست ما تقومش تنضفه؟ يعني ايه غرفه نومك مبهدله وريحتها وحشه؟ يا ولا المخده الكيسه بتاعتها ما اتغيرتش، ولا الملايه ما اعرفش ايه، ولا زوجك طالع مبهدل اشوف الراجل كده مبهدل، ولا طالع من غير مكوى، ولا فين الزوج، فين الحريم اللي عندك، فين الزوج؟ وبعدين ايه بقى حلاوتك؟ تعالي لي، تعالي شوفي اللي بره، اللي بره في المكتب والسكرتارية واللي مش عارفه ايه، واللي بتعمل عليه وجايبه له الفطار والبوكس واللي بتاع السندوتشات حطها له في السيلفر. فوقي يا بنتي، فوقي. الواحد ما ياخدش مهمتك اللي انت، الا انت عايزه اعانه اطلبي اعانه ومساعده، لكن خلاف كده ما تتنصليش وتسمعي كلام الخزعبلات. فبيقول لك إيه؟ ايه العقد عقد استمتاع، خلاص عملته المراه وعاء جنسي، بس هي بتستمتع وهو بيستمتع وفي مشاركه من الاثنين، ما حدش يقول الكلام. طب ايه بقى الرعايه؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، تمام النقطه دي ماشي، عشان هم اصل حصل كتير قوي وانا عيانه، فانا قايمه لكم انا قايمه لكم. هاتش اتكلم في منظومه الاسره بالخيابه، كلام الفاضي، كلام دينك عزك، والله ما ساب الدين، ولا سبت يا رسول الله صلى الله عليه، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام، ولا سبت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا صغيره ولا كبيره ولا شارده ولا وارده الا لما قلت لنا عليه. عزه للمراه، كرامه للمراه. الموضوع الثالث، المراه مش ملزمه تفتح لجوزها باب الشقه. حلاوتك، حلاوته كانوا بيقولوها ايه، بسم الله قبة حلاوته، ما اعرفش ايه. يقول لك المراه مش ملزمه انها تفتح باب الشقه لزوجها. طيب وما تفتحيش يا حبيبتي، وخلي الجاره تسمع، خلي الجاره تسمع على طول، و تفتحيش، امال تستقبليه ازاي؟ لا اصله جاي وانا نايمه وبرضع والعيال وعامله وبتاع، ممكن يوم تعبتي وكذا، لكن ازاي ما تستقبليش زوجك؟ وازاي ما تودي طقوس ثابته في منظومه الزواج، امور ومعاملات وسلوكيات ثابته في منظومه الزواج. يعني ايه؟ يعني ايه؟ ما بتعمليش، ما تقوميش تستقبلي زوجك وهو جاي. يوم تعبانه اوكي، لكن ظبطي المنبه. مع تعب معلش. معلش. يشوفك وهو طالع، وزي ما يا علي اتق الله ولا تطبع النظر النظر. يا صاحبي الفلان اتق الله ولا تطعمنا الا حل. مع السلامه، السلام عليكم، وعليكم السلام، شايفك مبتسم، نلقاك على خير، استودعك الله، السلام عليكم. وهو جاي افتح يا ابني ابوك يلا، افتح مش عارفه ايه، وانت عامله ومتعصبه وجايه وشايله ومشمره ومش عارفه حتى جلابيه فين وبنطلون فين، ويلا وفي المطبخ وبخلص اهو، يلا هتطش الطشه والتقليه وجايه. لا لا لا، ايه فين لحد ما يقول ويشوفك وتستقبليه، وتستقبليه باغنيه طالع كوميكس، طالع كوميكس عليا، مطلعين نكت عليا، هلا سمير الاستشاره الاسريه بتقول لكم غني لزوجك اغنيه وهو جاي، فالحريم كاتب في الكومنتس بقى، مش عايزه اقول لكم، انا ذات نفسي ضحكت. قاعده تقول لك العو جه، العو جه، والثانيه تقول لك حاسس بمصيبه جايالي، يا لطيف يا لطيف، يعني الناس عماله تهرق، بس لا والله الناصحه الذكيه التقية اللي هتعرف، اللي هتعرف يعني ايه تعمل بصمة
في اللاواعي، وبصمة في الواعي، وبصمة في الإحساس والمشاعر والقلب والعقل والعين والرموش والضوافر. أنا مستقبلاك وبالبسمة الحلوة وبالنشيد. والله لسه شايفة طفل سوري بيستقبل والده، يا حبيبي ونورت وانت احب عليا من عيد. يا ست الفي له اي حاجه يا ست، واقف انت وعيالك صف وغني له. غني له، غني لي، غني لراجلك اللي هو اسمه ايه، راجلك، زوجك، حبيبك، ابو اولادك، اللي بيطلع يشقى ويتعب ويطلع بره علشان يعني. نتكلم عن الناس السويه، ما نتكلمش اللي ساب اتكال وسايبها على مراته وسايبها على كذا وروح اعملي وروح يسوي لا، انا بنتكلم على الشخص السوي المحترم اللي عارف قيمه بيته، اللي عارف يعني ايه زوجه واولاد. غني له، غني له نوبك ثواب، غني له فوزيه، غني له فوزيه واسمعي الكلام. غني، يقول لك ده انا بسمع بس تكه المفتاح اقوم اجري، وناس تانية تقول لك تكه المفتاح احنا بنسمع بس كلاكس العربيه بنقوم ننام ونطفي وبتاع مش عايزين، وكل واحد يخش في جعره وفران عماله بتهرب. لا، لا انت تكون الزوج ده ولا انت تكوني الزوجه عادي، مالناش، لا مش ملزم. لا يا حبيبتي، ده من باب الفضل، ولا تنسوا الفضل بينكم. فاكرين الست حاجات اللي قلناها دي؟ ست حاجات اساسيه في منظومه الزواج، ما ينفعش بيت واسره من غير دول. فاكرين اما قلنا مودة ورحمة وسكن، ها، وفضل، ولا تنسوا الفضل بينكم. الأمر اللي بيبقى محتاجينه أكتر من يبقى فيه مودة ورحمة وسكن وبسمة ورأفة ورحمة، كل الكلام ده محتاجين إن احنا نحب بعض. وقبليها عشان تحبي وتعطي وتعملي، اختاري صح. دايما بقول كده يا بنات، اختاروا صح عشان خاطر، اختاروا صح. اعملي له اغنيه للدخول، سيبكم من الكوميكسات التريقه ديت، انت اعملوها حاله ناجحه، اعملوها حاله ناجحه بجد. عايزه انبه قبل ما اخد اسئلتكم اللي موجوده هنا وهنا وهنا، عايزه انبه على ان انا ماليش اي صفحه على الفيس الا صفحه هاله سمير اللي عليها 6 مليون متابع. الصفحه دي اللي عليها 6 مليون هي دي الصفحه بتاعتي، الصفحه الشخصيه متوثقه بالعلامه الزرقاء. الصفحه الكبيره اللي عليها 6 مليون لما بتيجي تبعت رساله، الرساله بيطلع لك فيها رقم، ده الرقم الوحيد اللي بتحجز معايا بيه استشاره خاصه. عايز تبعته الاسئله بس ما بيتردش عليك في الماسنجر، زي ما بردش على ماسنجر. صفحه مش عارفه طالعه محبات هاله سمير، طبعا صفحه هاله سمير الاولى ولا نعرف ايه، صفحه طالعه مش عارفه اسمها بيوت منوره ايه، ولا تموت تجيب سيره، ولا برد على ماسنجر ليها ولا اعرف عنها حاجه. هي صفحه هاله سمير اللي عليها 6 مليون بيطلع لك رقم للتواصل الخاص، ولو عايز تحطي المشكله بتاعتك بتكتبيها في قلب اللي بتبعتيها ماسنجر، وبدون اسماء بدون اي حاجه بتبعتيها ماسنجر، والفريق العمل اللي موجود بيحولها لي على الواتس، وبجاوب عليها في لايفات زي دي او في لايفات منفصله لكل الاسئله اللي بتيجي. لكن حد يرد عليك على الماسنجر ويحل لك وصلنا هاله وانا الفريق بتاعها اللي برد واحل لكم، لا. رساله بتجي لك تلقائي، والرساله التلقائي بيطلع لك فيها رقم لو عايز استشاره خاصه. الاستشاره الخاصه دي بتبقى محتاجه متابعه وحاجات كتيره، ادي الاستشاره الخاصه اقول لك طرقها ازاي. رقم الاستشاره الخاصه 0090، لان انا في تركيا، ده المفتاح، مش 90 عشان انت بتاخد، لا ده عشان ده مفتاح تركيا. 0090 5445 3893. شكرا، ده الرقم اللي انا معتمداه. خلاف كده لا يمت ليا اي صفحات بصله، وما بردش على مشاكل داخل الماسنجر، بتتبعت لي فورورد على الواتس من الفريق وفقط، وبرد لكم عليها في لايف مختلف. تمام، صفحه هاله سمير على 6 مليون. انا مش مسؤوله عن صور انت بعتيها لاشخاص اتكلموا باسمي، واللي يقول لك هاله سمير بتتكلم وبتاخد وتدي شات على الماسنجر كذابين كذابين، ولا تامنوا الا لصفحه هاله سمير اللي متوثقه بالعلامه الزرقاء، او صفحه هاله سمير اللي عليها 6 مليون. لما بتبعت رساله بيجي لك رساله تلقائي تطلع ترد عليك وتقول لك تواصل معايا ازاي. تمام، عشان ما نخشش في الحاجات دي ويبقى ناس اعراض وصور ومشاكل وباسماء وداخله باسمها الحقيقي وقالت القصه وبعدين يبتزها
يا تعملي كذا يا تجيلي كذا يا تعملي كذا. غلط. طيب نبتدي ناخد الاسئله اللي موجوده. علا فاضل بتقول ادعوا لنا في ثانويه عامه. حبيبتي علا الله يا رب ينجحك يا رب، اللهم امين، وتطلعي من اول الدنيا والاخره. رمضان كريم بيقول مريض من 11 سنه ليه بس يا كريم، ربنا يتم شفاك على خير. بي ار بتقول لك خد الوفي الكريم طبيعي. دكتوره ممكن تحكي على المدرسه المختلطه، كيف احمي نفسي واولادي؟ ان شاء الله انتظروا لايف قريب على موضوع المدارس ودخلت المدارس ونعمل ايه. الله. كاتباه اسمها بالحروف العبري بس انا مش عارفه ايه. بتدعي لزوجها يا جماعه. حلو. كيف اقتنع بالحجاب؟ لا 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 لا، ليه ليه يا مش عارفه مين توتي. نقتنع بالحجاب؟ طيب نقتنع بالحجاب، ارجعي لحلقات الحجاب وارجعي لحلقات التوبه وارجعي انك انت عايزه ترضي ربنا سبحانه. اسمعي قصه توبه هاله سمير وشوفي، عشان انا كنت في زيك يوم من الايام. هحط لكم ان شاء الله لينك، هو اللينك، هو الصفحه اللي انا بتكلم منها، لينك الصفحه وانا بتكلم منها، واللي هي اللي انا عامله عليها اللايف حالا اهو، اللي انت كتبت لي عليها يا سماح، اللي انت كتبت لي عليها دلوقتي الكومنت. الرقم تاني 00905445338 93. تمام كده. مين تاني؟ ربنا يجمعنا بيكي توتا تاتا، شكرا يا ربنا يجمعنا يا رب بحبحة الجنة عند النبي في الفردوس، قولوا امين. التواصل اديني قلت وسائل التواصل. شكرا ليكم والله، تعليقات جميلة، ربنا يبارك فيكم اجمعين. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمنا واياكم ويجعلنا من الصالحين ويجمعنا على الخير. ان شاء الله معاكم بس مباشر بكره برضو، موضوع هنتكلم فيه عن موضوع الزنا والخيانات. بس برضو هزعق عشان في امر مختلط كده على الناس وابتدى ينتشر، وللاسف من محسوب علينا المشاهير، معرفش مين اللي شهرهم ولا نجوم، معرفش مين اللي نجمهم. برضو هنتكلم على الموضوع ده بكره ان شاء الله. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.